لم يكد العالم يتنفس صعداء يحدوه التفاؤل باللقاح الاختراع المنقذ من وباء كورونا الخطير، حتى استفاق على تحور خطير ظهر في إنجلترا على شكل سلالة جديدة يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع. وتم التعرف على الطفرة الجديدة من الفيروس بعد زيادة في حالات الإصابة بهذا النوع المتحور في لندن ومقاطعة كانت الواقعة جنوب شرق البلاد. وقد أطلق اسم VUI الأول من ديسمبر 2020 على النوع الجديد من الفيروس. أكبر مسؤول طبي في إنجلترا كريس ويتي قال إن اكتشاف السلالة الجديدة جاء نتيجة للانتشار السريع والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة، متوقعا أن تتمكن السلالة الجديدة من الانتشار بسرعة أكبر. في المقابل أشار ويتي إلى أنه ليس هناك ما يشير في الوقت الحالي إلى أن هذه السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات، لكن العمل جار على نحو عاجل للتحقق من ذلك. المملكة المتحدة أبلغت منظمة الصحة العالمية بسرعة انتشار هذه النسخة الجديدة من فيروس سارس كوف 2، ولاحظت بالفعل طفرات سابقة، بل لوحظت بالفعل هذه الطفرات السابقة للفيروس وأبلغ عنها في أنحاء أخرى من العالم، منها الدنمارك وهولندا وأستراليا. لكن المطمئن حتى الآن على الأقل أن الخبراء يستبعدون أن يتمتع الفيروس في الوقت الراهن بالقدرة على تطوير نفسه بطريقة تجعله مقاوماً للقاحات التي تم تطويرها. خبراء أكدوا أن تطور الفيروس أمر متوقع، إلا أنه من المهم اكتشاف أي تغييرات بشكل سريع لفهم المخاطر المحتملة التي قد يفرضها أي متغير. وحتى الآن لا يوجد أي دليل على أن هذه السلالة تتسبب بخطورة أكبر من المرض.